إصابة في كأس العالم، إيش اللي صار؟ أنت أصبت واستبعدت من المنتخب، هل الاستبعاد من المنتخب المشارك في كأس العالم 2002 كان بسبب إصابتك؟ لا، مو بسبب إصابتي. 2002 كان في أشخاص في منتخب، يعني من نفس اللعيبة، يعني يمكن معنا في المنتخب، ما يبون عبد الله يلعب في كأس العالم. هذا يعني أثروا على ناصر الجهر، كان مدرب لنا ناصر الجهر، وكان مدرب اللي قبل، يعني كان مدربنا قبل ناصر الجهر، هو اللي كان اتمنى ان عبد الله موجود، اي، اللي انت كنت هداف التصفيات فيها. هداف التصفيات فيها. طيب لعيبه مثل يعني كيف يعني يستطيعون ياثرون على المدرب يقولون لا يلعب عبد الله والله الشحات؟ هم يعني كانوا لعيبه لهم ثغرهم في طبعا في انديتهم وفي المنتخب تحب تذكر، اعلاميا وكل تحب شيء، تذكر اسماء؟ لا بدون ذكر اسماء، اي، كان الشارع السعودي عارف، يعني عارف في الشيء. ناس يمكن ما يعرفون، يمكن انت الان في آخرين يظنون والله أنه شوف أنت تقصد لاعبين ما لهم يعني. لا هم او حتى هم قابلوني ناس زيي كانوا وكلموني وقالوا لي من هم، قالوا باساميهم بدون ما اعرفهم، يعني أي، بدون ما اقول لهم قالوا، قلت بس يعني تقصد أسماء كبيرة اسماء جماهيرية كبيره، من اسماء أندية كبيره جماهيرية مثلا طبعا أثروا على المدرب؟ اثر على المدرب. أنت إيش كان دورك؟ أنا ما تكلمت، ما لا ما اتكلم، خلاص يعني اللاعب قالوا له والله انت مستبعد عن المنتخب، ما اقدر اقول لهم شيء يعني. يعني الاستبعاد ما كان اي يعني ما كان، يعني بسبب انا الإصابة. رضيت بالله عادي، يعني ما اجرب بالاصابه. حتى رجعت 2002 على طول، رجعت من اليابان، كان رحت مع المجموعه، لعبت بمباراه وديه وكنت كويس وكل شيء، رجعت للرياض الحمد لله وكل شيء، وقلت له في تحدي. كنت انا خالد بن سعد كلمني في النادي، جاني على طول عقد من الرفاع البحرين الرفاع الغربي، كانوا في عندهم مباراة نهائية قدام المحرق. طبعا لعيبة المحرق أكثر أصلا كانوا معنا في التصفيات، كان ضدنا في التصفيات، في هذيك التصفيات كانوا حقين المنتخب كلهم، كانوا لعيبة منتخب. عبد الله خالد بن سعد قال لي لا تروح لعبد الله، انني بيك في النادي. قلت لا بروح، اني ابي العب، اني انا ما فيني شيء الحمد لله. يعني قالوا تبي ان عبد الله تثبت انه مصاب، جاء، ايه انه انت جاهز، وفي جاهز تحدي يعني. لياقيا، جاهز فنيا، كل شيء. وكان يتابعني قبلها يوم سويت العمليه وكل شيء، كان يتابعني ناصر الجوهر، كان يجي النادي ويتابعني ايامها، اللاعب جاهز المجلس يروح معنا ولا ما يروح. يعني انت لاعب رحت معهم هناك، يعني ايش معناه انك جاهز؟ لعبت معهم، كل لعبت وديه ولعبت كل شيء، يعني لو انت بجاهز من هنا وش راح يودونك كان يعني. طيب وكان في زي التحدي انه انت يعني تروح بثبت انه يعني ان ما في يعني شيء. وايش حققت مع الرفاع؟ الرفاع اخذنا البطوله طبعا، كاس الامير، اي، و الاولى كانت في نفس اليوم في نفس اليوم مباراه منتخب، اول مباراه منتخب مع المانيا كنت تلعب النهائي مع الرفاع. مع الرفاع، اي كانت هذه مباراتنا، كانت اذكرها العصر اي على المغرب كذا على حول، وكنا اخذنا البطوله في ذيك في ذاك اليوم اللي يلعب المنتخب فيه. حتى تكلموا قالوا ان احنا نشوف عبد الله، نبي نشوفه في اليابان. تفاجئنا شفناه في البحرين.